عليكم السلام خويا ومرحبا بكم وكل قناة الهداف في المنزل تاعي بوه الموسم الفارط لعبت في فريق جمعية عين مليلة وين تحصلت على الوثائق تاعي من من دفعت الأولمبي شلف وين ربحتهم في لجنة المنازعات تحصلت على الوثائق تاعي في كما في الأيام الأخيرة وين مضيت في فريق جمعيه عين مليله وين كان عندنا بروجي باش نصعدوا الفريق تكلم معنا المدرب الكناوي ورئيس الفريق وين عندنا لاعبين من احسن اللاعبين في يعني كي تشوف التشكيله تاعنا تاع جمعيه عين مليله حنا الفريق اللي ما يصعد في الذهب يعني ارماده تاع اللاعبين بلا ما نساو ربيع زياد خيري ربيع مفتاح بو شريحة أه برنور الناي أه جمال زرمان أه جابو يعني لاعبين اللي بلا ما يعني الوالي أه كيما نقولوا لاعبين اللي مروا على القسم الاول وين عندهم خبره وين تفهمنا كان البروجي تاعنا هو الصعود وين من بعد ما الشيء اللي تفهمنا عليه ما تحققش وين كي بتيتة بتيتة راحت كيما نقولوا بسيطة بسيطة راحت والله يا خويا ما نكذبش عليك كيما قلت لك دروك حنا كنا متفاهمين على حاجه وين تفاهمنا وكنا قانعين من الطرفين سواء حنا اللاعبين ولا الاداره من بعد الشيء اللي تفاهمنا عليه ما خويا دروك باش تلعب تاني بلا ما تحصل على الاموال تقعد غير تلعب ويحاسبوك بالنتائج خويا ويديروا عليك بريسون هذه اي واحد ما ما يتقبلهاش انا اه كي كنت نشوف روحي سي باسا مانيش مليح في راسي كنت ما نروحش خويا ما نكذبش عليك باش نلعب ومعنوياتي طايحه ما نحبش ندير الخدمه هذه ما نحبش نغدر كنت مانيش مليح كنت قاعد في الدار وندرب وحدي سي بور ما لعبش بزاف في مرحله الذهب لعبت يا ربي ربع مباريات ولا خمس مباريات وين وصل مرحله العوده وين كي شفت الحاله باللي راح تطول هكا وما عندها حتى حل وين تاخد قرار قلت وين قلت نبروفيتي كان يعني الموسم اللي فارطا وين كنت كيما نقولوا كانت لقيت اصابات وين صعبت عليا باش نعاود نربروني حطيت في راسي قلت خلي الموسم هذا ان شاء الله ما نديروش كيما نقولوا ما يروح هكذاك إيه نحيوا الكوتي تاع الاموال هذا نحطوها كوتي نخدم على روحي باش نعاود كما نقولوا نعاود نحي لونو تاعي والحمد لله وفقني يا ربي وندرت مرحله عوده من احسن كما نقولوا مرحله مليحه وسجلت اهداف وعاونت الفريق تاعي إيه واش راح نقول لك كما قلت لك درك خويا إيه وين شفت الحاله باللي ما هي كما نقولوا كنت تبع الاموال 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 وما نلعبش على بالي مش حنلعب موسم كامل على بالي بلي باللي الحاله ما فيهاش إيه واش راه نديرو اتخذنا كيما نقولوا كوتي سبورتيف والواحد عاود روبرونا الحمد لله يا ربي درنا مرحله عوده مليحه وين يا ربي عاود واحد حياه سمو والحمد لله دروكا عندي عروض ان شاء الله واللي فيها الخير ربي يجيبها ان شاء الله نقولك نقول والله الحمد لله يا ربي جمعيه شلف لعبنا تاني لعبت موسمين لعبت دو موا من بعد حبست الكورونا من بعد عاودنا روبرونينا زدت لعبت عام وبقولي سي موا في الكونترا وين ما تفاهمناش وين كنت مانيش خالص و متفاهمناش تاني في الكوتي تاع الاموال وزيد البعد كنت وتلقى روحك تاني تخدم موسم كامل كل موسم تلعب في فريق مانيش نهضر غير على جمعيه الشلف ولا دروك ولات لابليبار تاع لي زيكيب في الجيري لهنا تلعب موسم كامل 12 شهر تتحصل على شهرين او ثلاثه اشهر تقعد تسال كل موسم تسال تسع اشهر 10 اشهر يعني تشوف تشوف في راك دي فوات راك تقتل في راك بوريان زيتو اه وين شفت مع روحي وين ما تفهمناش من الكوطي هذا وين دفعت لجنه المنازعات وتحصلت على وثائقي وعلى الاموال ما تحصلت على الاموال كامل الحمد لله اه لا ديسيزيون برك ما زلت كيما نقولوا ديسيزيون فينال مي الاموال ما زلت ما تلقيتهمش للساعه دي ما زلت ما تلقيتهمش خليت مكانتي كانت في فريق جمعية الشرف الحمد لله عرفنا رجال تما الواحد كيما نقولوا خلى روحو نضيف وهادي هي كرة موسم هنا وموسم هنا بون خويا موسى درك عاودت رديتني الأيام الجميلة تاعي عاودت رديتني الأحسن أحسن كيما واش راح أحسن مواسم اللي قضيتها في حياتي بدون منازعية في في شبيبة القبائل آه بدون ما نطيحوا من الفرق اللي لعبت فيها اللي الحمد لله بكل خليت آه كما نقولوا مديت فيها مليح وكانت فيها الخير عليا مي شبيبه القبائل كانت حاجه سبيسيال وين فريق عريق آه زعيم الانديه الجزائريه وين آه ما نكذبش عليك كي تلعب في فريق شبيبه القبائل وتحمل القميص تحس تحس بوزن ثقيل جدا وكان لي شرف ونخدمت آه في الوقت هذاك مع مع احسن احسن رئيس مر على الكره الجزائريه انا نهضرها من ونتحمل الهضره هذه هو الرئيس الراحل محمد شريف حناشي اللي طلبوا ربي ان شاء الله يرحمه ان شاء الله و... ويكون من اهل الجنه وين انسان زعيم و... وانسان واش راح نقول لك فوق لي زوم خلاص ما عندي مزيد زيد عليه يعني فعلوا يهضروا عليه قلت لك قضيت موسمين من من احسن المواسم ما كان خاصني والو ما الحمد لله يا ربي وماشي حاجه سهله تجي من القسم الثاني وتلعب في فريق شبيبه القبائل وتسجل في موسمين 29 هدف بالك سجل 29 ولا 30 هدف في موسمين ماهيش حاجه سهله أه الحمد لله يا ربي ثاني كيما نقولوا خليت بلاصتي نضيفة لتما وما كتبش ربي وين كنت شاتي نكمل تما وين صراو حوايج صرات امور وين كانت شويه كبيره ما من ما نجمش نزيد ما نجمش نزيد نرونوفلي تما <applause> أنا قلت لك خويا شوف أنا خير ما ننساش والله الناس تيزي يوزوا كامل والقبائل أنا خير ما أنا ناظر على نفسي أنا خير ما خلاص وما ننساش خير تاع الفريق هذا والرجال اللي تموا والناس اللي عرفتهم وبكل ما ننساش خير من هذا راني على اتصال معاهم وأنا قلت لك كنت عايش عايش, عايش كي البرانس تما ما نكذبش عليك ما كان خاصني والو الناس بكل تحبني الناس بكل تشتيني اه واش راح نقول لك دروك انا كنت فاند كونطرا وكانوا عندي عروض يعني الموسم الثاني اللي سجلت فيه 18 ولا 19 هدف في كل في كل المسابقات البطوله والكاس الافريقيه والكاس وين عندي عده عروض سواء هنا في الجزائر ليزما لامسيه سياسي سطيف الكل في تونس كان عندي في تونس نجم الساحلي عندي ليسبيرونس كان عندي في الخليج كان عندي برا في الأوروب ومن بعد ما كتبش ربي كل خطره صرالي لي امور وين انا تاني يعني كنت في حل مع الوكلاء اللي كانوا معايا وما حبيتش نخرج لهم الطريق اللي نشكرهم ثاني من هذا وقت كان معايا الوكلاء رشيد رجراج وفيصل لبعل اللي تاني خدمت معاهم واحد خمس سنين ولا ست سنين ما منهم غير الخير وين اتصلوا بيا وكلاء اخرين من فرنسا من من الخليج من بصح ما حبيتش نفوت كيما نقولوا ما, ما حبيتش نفوت الوكالة تاعي هادو ونخدم خدمه ما تاع ما يشتهي واحد فعل إيه ما عندي ما راح ندير هذه هي انا كلش نقولها بالمكتوب كتبها ربي قلت لك الحاجه اللي ما خلاتنيش نعود ونرجع واللي ما خلاتنيش نعاود الرينوف اللي في شبيبه القبائل اليوم راح نقولها وما حبيتش نهضر عليها من قبل احترام لمنطقه القبائل واحترام للناس واحترام لكل اللي تما هي كي كملنا الموسم كان يجوني اتصالات كثيره ويهددوني كانوا ناس يهددوني على بالي أسكو انا يحوسوا عليا انا والله انا غير ما على باليش انا مانيش فاهم درك مانيش فاهم والله اسكو ما باليش الوقت كان شويه كانت شويه مشاكل في, 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 البيت الشبيبه مع الرئيس الراحل محمد الشريف الحناشي ومع الناس اللي كانوا تما تعرف كانت صاريه امور على الرئاسه مي خفت نكون كبش فيه دائما نكذبش عليك خممت 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 مع روحي من بعد لما كون جات حاجه اللي خطره والله شغل التهديدات هذه قعدت ورا بعضها وين ما نكذبش عليك خفت انا وما حبيت نصارح بها حتى واحد وتكتمتها في نفسي نقدر نقول لك بالك الاهل تاعي ما على بالهمش الاهل الاهل تاعي ما على بالهمش بالك لا بريمير فوا راح يسمعوها ما حبيش نهضرها عادي احتراما لكل المنطقه واحترام للناس اللي تسمع والله الحمد لله اني يعني قلت لك الحمد لله الاحصاءات تهضر عليا قلت لك انا في موسمين في شبيبه القبائل أه برميل لي ميور اللي فاتوا على الشبيبه مش انا اللي الناس اللي تهضرها وين جيت من اولمبي المديه من القسم الثاني أه كنت في اولمبي المديه مضيت في شبيبه القبائل منقولوا في شبيبه القبائل وين مع الاول جاتني شويه صعيبه بعد بعد والفت كيما نقولوا استقريت الحمد لله أه ديت موسمين من اروع ما يكون كنت من احسن اللاعبين في الشبيبه أه درنا جروب مليح سيرتو الموسم الاول وين لعبنا كاس وين كما تا نقولو تاهلنا لعبنا مرتبه افريقيه الموسم الثاني كانت عندنا ارماده من اللاعبين وين ما مشات الناس شويه مع الضغوطات والمشاكل اللي كانت صاريه في البيت الشبيبه وين لعبنا على البقاء مي الحمد لله مارغريتو تلعب على البقاء على الشبيبه وما تلعبش شامبيونه مع كلاب واحد اخر آآ 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 عندها وزن كبير شبيبه القبائل عندها وزن كبير كي تحمل القميص والله أسف الوضعيه تاع نصر حسين داي والله غير بور وضعيه كارثيه كاتاستروفيك يعني فريق كبير بحجم نصر حسين داي يعني والرجال اللي عنده والامكانات واللاعبين والخزان اللي كانوا يخرجوا للفريق الوطني يعني اللاعبين اللي مروا بكل يعني تلقاه في القسم الوطني الثاني والله نتاسف على الوضعيه هذه ماشي غير ماشي غير نصر حسين دايا كاين كاين فرق كبيره يعني تاسف على الوضعيه رائد القبه اتحاد الحراش احنا مولوديه قسنطينه لهنا اللي اللي منع من السقوط ثاني في الدقيقه الاخيره اي كاين فرق كبار كاين فرق كبار جمعيه وهران ما يسهلوش يعني الوضعيه اللي راهم فيها والله ما يسهلو والله الفريق الفريق الوطني المحلي لعبنا تصفيات ضد ليبيا مرحله ذهاب واياب ما كان معنا المدرب الفريق الوطني الاول الكراز هو اللي شرف علينا وين درنا بون ستاج لعبنا من بعد ما كتبش ربي وين اختار منا الله اعلم الوقت هذاك اختار منا تلت لاعبين الله اعلم للأ درفلو الله اعلم درفلو وبنغيث وانا وين يعني الزهر كيعود ما عندكش شو ماش حاجه مش كاتبه الاسبوع اللي راح ندخلوا فيها التربص لسيدي موسى نشوف عليها تربص بالحد ديمونش تربص بالسبت بليسيز انا ضد ديس بليسير كونتر لامسيو في 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 مباراة تاع البطولة مباراة ثانية تاع البطولة تبليسيت بوندو وين ديت ضربة شوية صعيبة وين خديت راحة تاع ثلاثة اشهر وين لسيدي موسى نصواني ما كتبش ربي واش غندير والله يا خويا هي الحاجه الاولى نردوها كيما نقولوا ما كاتب ربي الواحد ديما يقول الحمد لله يا ربي هذا شيء م... هذا هذا الشيء اللي عطاونا ربي صح انا كنت قادر ندير ما اكثر و... والناس بكل على بالها كيما نقولوا للنيفو اللي وصلت له ولا بروغريسيون كسروني الاصابات هادو الاصابات اللي جاوني متراكمين ورا بعضهم كسروني بزاف غير نعاود الروبروني نعاود تبليسه نعاود الربروني نحكم روحي نعاود تبليسه مي معليش ديما الواحد الانسان يقول الحمد لله والله اش راه نقول انا بالك راجع المكتوب راجع ثاني ثاني سوء التحضيرات يعني ما يعني كاينه حاجه ثاني لازم يعرفوها الناس وين انا من من ورا شبيبه القبائل يعني عندي بالك ثلاث مواسم ما درتش تحضير كنت نلعب نونطامي ديريكتومون لي ماتش اوفيسيال يعني ما كانش عندي زهر هكا باش ندير ان بون بريباراسيون مع مع الكلوب والله سوا في النهد لعبت ديريكتومو التحقت بالفريق امضيت امضيت كما نقولوا اليوم في الغد بعد التحقت بالفريق القاهره ولعبت البطوله العربيه نفس نفس المشكل صرا بعد في السعوديه كي احترفت يعني كنت حابس 3 موا في النهد من بعد عاودت روبرونيت لعبت ماتش دو ماتش عاودت سنيت في الدوري السعودي رحت لعبت ديريكتومو الاسبوع اللي وصلت لعبت فيه ديريكتومو البطوله شبيبه الصوره ثاني ما درتش التحضير معاهم مليح هو كان الموسم هذاك كان الزواج تاعي نفس المشكل في الهلال السوداني جمعيه الشلف يعني صرا نفس المشكل الموسم هذا وين شويه درت تحضيرات موسم هذا درت تحضيرات مع روحي درت خدمت تحضيرات خاصه الموسم هذا وين ديسيديت ندير تحضير تحضير خاص موسم هذا تعين من الهلال وين الحمد لله يا ربي جابها في الصواب وين درت بون بريباراسيون وحدي وخدمت بيان وين جابها ربي في الصواب الحمد لله والله ما عندي مش كل أخرى اخر في لاكارير تاعي ابار الاصابات اللي جاتني قلت لي مخ... قلت لك ابار الاصابات اللي جاتني ما جاتنيش في, في وقتها هذا هو البروبليم الفريد في لاكارير تاعي جاتني اصابات ما هيش في وقتها خلاص وين وين كنت في بروغريسيون اصابه تعاود تكسرني نعاود نخدم نخدم نعاود نطلع زيد تكسرني اصابه وين ثلاث مواسم موسمين ونصف الله اكثر وانا غير اصابه مورا اصابه مي معليش انا نردها ديما المكتوب هذا ما كتب ربي نقول الحمد لله يا ربي قدر الله ما شاء فعل مازال الخير لقدام آه مازال الخير لقدام مازالت خير ربي لقدام آه الاراده المهم الاراده برك الانسان والخدمه ولو سيريو وبربي ان شاء الله انا لأ انا بور موا لاج سي ريفيرونس بور انجوار. المردود هو تاعك هو كلش ولي جين دو في تاعك و... والاراده تاعك ولو روندمون سير تيرا انا نستعرف غير بهذي ما نستعرفش لا بواحد 22 ولا لا واحد 36 37 وبلا ما نعطيو الامثله دي زيكزومبل انا نستعرف بحاجه كاينه الخدمه ولي سيريو وكاين التوفيق تاع الله التوفيق تاع ربي والله واش راح نقول لك خويا دروك المشكله هذه تاع ديلور اللي دروك عندها اكثر من اشهر هي من مطروحه هكا إيه درك كل واحد واش يقول كاين اللي يقول لك نعم كاين اللي رافض كاين درك حنا المختصين في الفريق الوطني هما على بالهم واش راح يديروا بالخاصه الناخب الوطني جمال بالماضي على باله بصح انا نعطي رايي انا رايي الشخصي انا بور موا انا كنا نهضر كون جيت انا في تما اللي في الفريق الوطني ماشي زعما حقد على اللاعب ولا جيت انا انا ما ردوش ما نكذبش عليك انا ما ما نقدرش نتقبل العوده تاعو وين سما خير في نادي على على منتخب وطني ما هيش حاجه سهله المنتخب الوطني كبير بزاف كبير بزاف و خير نادي على منتخب وطني و ومن تستنى الناس يسامحوك في دقيقه ما هيش حاجه سهله وتبقى في يد النخب الوطني ونعطيكم مثال يعني لاعبين اللي عندهم الوطنيه لاعب مثل اسلام سليماني لاعب قدوه يعني لاعب لما كذبنيش ربي كان كان عنده نفس العرض اللي كان عند ديلور من فريق نيس لكن سليماني رفضه هكا نفس العرض اللي قالوا له تلعب تمضي ما تلعبش لا دافريك وين سليماني رفض ما يمضيش وين قال لهم ليكيب ناسيونال افونتو قبل كل شيء وي الحمد لله لاعب كيما سليماني واش لك هداف تاريخي للمنتخب الوطني بور موا بورموانا في الجيري احسن مواجب من الكره الجزائريه الاحصاءات التي اللي تهضر المباريات اللي تهضر الاهداف الاهداف الحاسمه شخصيته شخصيته القويه ارادته القويه هذه هذا انسان اكزومبلار والله نفس ال بالك تعديلور شويه تعوار انا من الناس اللي نرفضه اللي يعني لاعب اللي اللي الح عليه المنتخب الوطني اكثر من مره الحوا عليه الحوا عليه ما حبش يلبي الدعوه ومن خير المنتخب الفرنسي يتحمل مسؤوليته مسؤوليته هذه اللي اللي يتحملها هذه هي باينه هذه بلا ما نعضله. واش نقول لك ان شاء الله المنتخب المحلي يمشي على خطى المنتخب الوطني ويكتسب نفس الشخصيه وين قاعدين يعملوا و... والحاجه اللي زيد تعاونهم ان شاء الله كيما نقولوا في, ال... في الدوره تقام في الجزائر ان شاء الله يتحصلوا على الكاس هذاك ما عندهمش حاجه اخرى غير لازم يحطوا في يحطوا في راسهم باللي لازم يجلبوا الكاس هذه لهنا للجزائر وربي يوفقهم ان شاء الله شنو أقول لك دروكا جبت لي فريق القلب فريق اللي تربيت فيه فريق اللي تعلمت فيه الكره بدون ما ننسى يعني هي اول موسمي اللي لعبت في فريق فريق من تاعي الوداد الرياضي الدقسي الوير دي من بعد انتقلت لشباب قسنطينه لعبت من الصنف من كيما نقولوا من من, من ليكول حتى السينيور لعبت كل الاصناف في شباب قاسنطينا يعني مريت عليها ب باكملها واش نقول لك هذا الفريق اللي نط فيه هذا الفريق اللي اللي ناصرو واللي ما زلت ناصرو هذا فريق القلب اه ما عندي ما نزيد نقول لك عميد الانديه الجزائريه اه اسمه اسم تاعو والشعبيه تاعو تكفيه والله خويا ثاني كان هذه الحاجه هذه اللي قعدت عايش بها زاني لازم نحضروها صح يعني هضرت لي حاجه وين وين جات في وقتها أه شباب قسنطينه ما كانش موسم بلك من الفين من 2015 الفين وانا عندي عروض من شباب قسنطينه ما ما كنتش انا مانيش حاب فيها ولا ما, ما كاتب ربي أه كما في كنت في شباب القبائل كان عندي عقد ما قدرش نسمع ما نقدرش لازم نقول مرتبط بعقد ومواسم صاروا امور وين ما كتبتش نرجعوا للحكايه اللي اللي قعدت ليقعد يقعد للناس بكل كما نقولوا باش نعاود نصحح راي الشارع القسنطيني كاين حكايه راهي مغلطه بزاف تاع موسم 2017 2018 الله اعلم 2018 اللي لي, لي خرجت عليا الهضره باللي باللي ساومت الفريق بلي طلبت اموال كبيره مقابل الامضاء واش نقول لك انا انا الهضره هذيك قاستني بزاف تاثرت بها بزاف و... وسبتني ناس بزاف و شف عليها عليها الموسم هذا كي جينا لعبنا كونتر السياسي يعني الملعب كامل لي كامل يسب لي في الوالده تاعي ربي يهديهم وانا وانا واش نقول لك انا نقول لك المشكل ماشي في الانصار انا من الله من الانصار ما غلط انا الانصار ما مانيش حاقد عليهم انا حاقد في الناس اللي غلطوا الانصار واش نقول لهم ربي يهديكم الناس هذو ربي يهديكم دوك بنرجعوا الحكاية هذه درك نحكيو درك انا يعني الناس باش تعرف الموسم هذا كان جيت من شبيبة القبائل وكنت من احسن المهاجمين في البطوله الجزائريه ما نذكروش أه كان عندي رونديفو مع الاداره نيغوسياسيون يعني ف وين انا يعني فريق كيما فريق شباب قسنطينه نورمالمون بلا ما نيغوسي باينه نمضي نغمض عينيا نسني ليسونسيال يقيموني برك مانيش يعني راح نساوم قلت لك كنت من احسن المهاجمين وكانت عندي عروض وطنيه خليجيه في, في, في الخارج أه قلت لك نيغوسيت وين الناس اللي نيغوسيو معايا ما قيمونيش وانا وليت نشوف بلي مسوا لي في, في شخصيتي اسم الحاجه اللي هضر معايا وبلا فاصو اللي هضروا معايا تاع ناس ما همش حابين بعد نمضي في الفريق ما تعرف واحد كي تنيغوسي معاه واحد كي تنيغوسي معاه تقعد معاه على طابل ما معاه كاين واحد على بال على بالك باللي وحبك وحبك تمضي في الفريق حب وكاين واحد من فوق القلب انا الموسم هذاك نيغوسيو معايا الفريق شباب قسنطينه الناس اللي نيغوسات معايا ما همش هما اللي كانوا حابيني الانصار اللي طلبوني بنجي والمدرب عمراني اللي اصر عليا والانصار والناس المحيط تاع شباب قسنطينه اللي اصروا عليا بالعوده بصح الناس اللي نيغوصات معايا ما كانوش حابين انا باش نهضر هضرك ديريكتومون نهضر واش كاين الناس اللي نيغوصات معايا ما كانتش حابتني سني وين بانت لي باللي تعداولي على شخصيتي وين وين ملي كنت من احسن المهاجمين مسجل 19 هدف كي وصلنا باش نيغوصيو على الصالير عطاوني قال لي تمضي براتب تاع لاعب يمضي في القسم الوطني الثاني وانا احسن مهاجمين في في القسم الوطني الاول 19 هدف بعد يجيك واحد يقول لك يعطيك تعيسيني ان سالار تاع يسني بها في ناسيونال دو ماشي حتى في ناسيونال ان هادي حاجة لي صرات انا ما عجبنيش الحال أه بنت لي قاسلي شخصيتي نص ديريكتومون رفضت ومشيت ما كثرتش الحديث خلاص وتكتمت وما حبيتش نهضر في الامر هذا كنت قادر ندافع على نفسي وانا ثاني نفوت في نفوت في بلاطو ولا نفوت مع كما نقولوا مع قناه ونتكلم مي احتراما كيما كما نقولوا جماهير الشعب تاع السياسي والناس تاع قسنطينه ومدينتي والفريق اللي تربيت فيه تكتمت وين بصح تاثرت بزاف وين درك مازال تبع فيا الحاجه هذه والناس حاقده عليا مالا راني قلت لكم واش راه وهذه هي الحكايه اللي صرات ما كاين منها خلاص هذه تاع بو العويده تساوي الفريق وطلب 400 مليون شهريا هذه بكل دعايات في دعايات والله واش نقولك نقول خويا ما حابش نسبق الامور شوفوا باش نهضروها كيما نقولوا نهضروا جلوبال أه الحمد لله قلت لك درت موسم مليح وين عاود حيت الاسم تاعي الحمد لله عود أه عاود نوتاب ولا ولا في الساحه الكرويه أه عندي عندي عروض من فرق اخرى أه عندي حتى عرض ولا عرضين ان شاء الله لك تبربي من من دوري سعودي درجه الاولى وكل شيء بالمكاتب كل شيء بالمكاتب ربي أه وش واش راح نقول لك انا كان ناس اتصلت بيا شباب أنا متمنين العوده تاعي والأغلبية اللي متمنين العوده تاعي متمنين نعود نعاود نرجع للفريق نعاون كما آه كيما نقولوا بالخبره تاعي بصيفتي ابن الفريق بالروندمون بلا, بلا ديسيبلين تاعي بكلش آه وش واش راح نقول لك يقعد كلشي المكاتب احنا نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق دائما هذا فريق شباب قسنطينه كما نقولوا فريق القلب وفريق اللي الناصر والفريق اللي تربيت فيه سواء لعبت فيه سواء ما لعبتش فيه هي صح ما كانش واحد ما يتمناش يعاود يرجع للفريق تاعو عندي حنين كبير ونعاود نرجع للفريق اللي تربيت فيه ما نكذبش عليك أه وقعدت حاجه ناقصني ونتمنى نعاود نزيد نلعب في شباب قسنطينه ويقعد كل شيء بالمكتوب ان شاء الله حنا اللي قلت لك سوا رجعنا سوا ما رجعناش نتمنوا له كل التوفيق وان شاء الله المزيد من الالقاب و... وربي يوفقه ان شاء الله وان شاء الله ربي كما نقولوا باش الانصار هذو اللي اللي يحبوا الفريق ان شاء الله الانصار اللي يحبوا الفريق ها يعني نتكا عليها مليح كاين الانصار وكاين المناصرين حنا نهضروا على الانصار الانصار اللي يحبوا الفريق ماشي الانصار اللي يخدعوا بالفريق اللي عندهم مصالح في الفريق انا نهضرها ونهضرها ديريكتومو نهضرها وراني متكي واش راني نهضر الانصار اللي يحبوا الفريق ماشي الانصار تاع المصلحه حنا انصار اللي يحبوا شباب قسنطينه حنا متمنين ان شاء الله يزيدوا يفرحوا هادو الانصار اللي يستاهلوا كل خير الناس اللي تحب صح الفريق وش راح نقول لك هذه هي اخويا شو ما نكذبوش على روحنا اخويا شباب قسنطينه دروك فريق كبير يعني عنده كل الامكانات كل الامكانيات متوفره يعني احسن اللاعبين الطاقم آه، الاداري الطاقم الفني الطاقم الطبي عنده شويه مشكل في التسيير كيما نقولوا عنده شويه مشاكل اداريه وصراعات آه، ان شاء الله ينحيوهم هادو اكوتي الامور هادو الصراعات هادي اللي راهي صاريه وكيما ويتوحدوا الناس هادو كما نقولوا يمدوا اليد في اليد يلموا الشمل تاع تاع الاسره شباب قسنطينه يلموا ابناء الفريق سواء اداريين سواء لاعبين سواء الناس اللي اللي تمد البليس للكلوب هذا من ابناء الفريق مرحبا بهم وناقصة امور برك امور تاع تسير امور نظام برك ما حاجه كما نقولوا صعيبه لا بروف اكزومبل تاع شباب الوزداد فريق اللي اللي بنوا الفريق على الساس هاي لا لا التيمار تاع الناس اللي تعمل الناس عملت لقات التيمار تاعها وين ثلاث بطولات متتاليه وكاس الجزائر ومشاركات افريقيه يعني ما شاء الله فريق فريق محترف باتم معنى الكلمه ان شاء الله نتمنوا احنا ثاني شباب قسنطينة اللي ما خصو والو يعني جمهور عنده شعبيه كبيره الامكانات متوفره ان شاء الله يعرفوا كيفاش يستخدموا هذه الامكانيات اللي عندهم يعرفوا كيفاش يستعملوهم و كيما نقولوا ان شاء الله المزيد من الالقاب ان شاء الله مش راح نقول لك من هذا المنبر نشكروا قناه الهداف على هذا نقولوا ضيافه هذا كيما نقولوا استضفناكم عندنا في المنزل مرحبا بكم في كل وقت ان شاء الله نطلبوا ان شاء الله ربي يطول عمر الوالديه ونهدي كيما نقولوا وحده ثاني للزوجه الكريمه تاعي بنتي تركان ربي يحفظها ان شاء الله وكل كل عائله بولعويدات ونتمنى ان شاء الله كيما نقولوا ربي يرحم كل الموتى والموتى المسلمين وربي يشفي كل مرضى ان شاء الله ونتمنى عيد مبارك ان شاء الله عيد الاضحى اللي راهو عيد الاضحى اللي راهو جاي ان شاء الله نتمنى عيد مبارك لكل الشعب الجزائري وكل الامه الاسلاميه ان شاء الله يعيدوا بالصحه والهنا ان شاء الله